في الحملة الوطنية المتلازمة بتفعيل المرايض. الحملة هذه طبعاً هتستمر مدة شهر كامل خلال شهر سبتمبر، واليوم احنا في المركز الصحي البركت مع بداية أول المحاضرات اللي تلقي فيها الدكتورة صفية مبارك يحيى بارك الله فيها. طبعاً تكيس المبايض هي مشكلة تعاني منها النساء الفتيات المتزوجات، وطبعاً المشكلة هذه لازم يكون عندك فحوصات، يكون عندك إجراء تحاليل باش تعرف إن عندك تكيس المبايض ولا. سبب هالدراسة إن تكيس المبايض من أكثر الأسباب اللي تسبب في تأخر الحمل والنقل، ممكن تساهمي في إنك تعالجي نفسك وتقي نفسك من تأخر الحمل والنقل. وطبعاً نشكر كل الموجودين معنا ونشكر كل من ساعدنا في الحملة، ونتمنى التوفيق للجميع. طبعاً المحاضرات مستمرة لمدة شهر كامل، الأسبوع هذا حيكون عندنا جدول محاضرات. حاليا مرينا بمرحلة سكون متوسطة، مرينا بدينا بالأمس في تركيب البرج رقم 5 واحد من 6 أبراج، إن شاء الله ربي يسر الحال لينا والموظفين اللي بين معنا. بعد استكمال الأبراج حيتم إرجاع السلك في مكانه اللي هو بدل المسار الخشبي اللي هو عملناه العام الفائت. يحتوي على العديد من الألعاب البحرية والشاطئية مثل السباحة والجيتسكي والشراع وكرة قدم الشاطئية، بالإضافة إلى عرض كلاسيك سيارات كلاسيك وعرض درجات نارية كلاسيك. والحدث الأكبر هو والأول في المنطقة الشرقية اللي هو إنشاء حلبة للدرجات نارية 4 عجل 4 تايرز، وهذا يعتبر أول سباق. والأمور ماشية والحمد لله، اليوم نحن في اليوم الثالث والحمد لله الأمور كويسة. طبعا في مشاركات بالنسبة لكرة القدم في فريق من جميل، تم الدعوة فريق من جميل
ولبى الدعوة. وبالنسبة للسيارات، بالنسبة للدراجات النارية كلاسيك، حيكون العرض يعني نوادي من المنطقة الشرقية وبنغازي وغيرها.